افتتح محافظ الغربية أشرف الجندي مدرسة بنابوسير الابتدائية بمركز سمنود. تتكون المدرسة من 4 طوابق وتضم 2 فصلين رياض أطفال و6 فصول المرحلة الابتدائية بتكلفة إجمالية 9 ملايين جنيه. وحرص المحافظ على تفقد المدرسة والفصول الدراسية وأشاد بحجم الأعمال والتجهيزات المبذولة، مؤكدا أن هناك اهتماما بالغا بملف تطوير المدارس القائمة وكذلك إنشاء مدارس جديدة لمواكبة خطة وزارة التربية والتعليم لتطوير المنظومة التعليمية، وذلك في إطار توجيهات الرئيس السيسي بتنمية وبناء الإنسان المصري وتلبية كل احتياجاته وأهمها حق التعليم.